أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض الدورة الثانية وبالضبط الفرض الأول للدورة الثانية بالنسبة للسلك الإعدادي، أشوفوا نماذج أو نموذج من نماذج فروض الدورة الثانية اللي هو الفرض الأول للدورة الثانية بالنسبة للسنة الثانية إعدادي لمادة الاجتماعيات. إذا خدموا نموذج للفرض الأول للدورة الثانية مادة الاجتماعيات بالنسبة للسنة الثانية إعدادي. إذن بالنسبة للنموذج غتلقاو على شكل PDF الوصف في صندوق الوصف، والنموذج راه كيتنزل واخا ما تنزلش في وقته كيتنزل بعد تحت طلب العديد من المتابعين، حاولوا طلبوها في التعليقات. إذن باش نزلوا نموذج على شكل PDF الوصف، لأن بين إحصائيات تخص التلامذة اللي محتاجين على شكل PDF واللي كيخدموا نماذج اوكي على شكل PDF. اذا عندو بالنسبه للموضوع الاول اللي هو الجغرافيا، اذا عندنا نص، اذا نحاولوا نقراو بعدها نجيب على الاسئله. اذا تتميز او تحتل الجبال جزءا مهما من المجال المغربي، وتتخذ شكل حقل مرتفع يبلغ عرضه ما بين 300 و 400 كيلومتر. اما التربه فتتميز غالبا بالهشاشه، والأراضي تعاني غالبا من التطور. ومن المؤكد أن الجفاف ليس وحده السبب في أزمة الماء، فالاستغلال المفرط للطبقات المائية يلعب دورا أساسيا في هذا النضوب. إذا بالنسبة هنايا بالنسبة للفلاحة في المغرب تحتل تحتل مكانة هامة في الاقتصاد المغربي، ولكن هذه الفلاحة تعاني من عدة مشاكل، من أهم الجفاف، وكذلك استغلال مفرط للطبقات المائية الذي يؤدي إلى الجفاف، كذلك وجود أراضي مرتفعة كالجبال التي لا تصلح للفلاحة، إلى آخر مجموعة من المشاكل اللي شفتوها في الدرس ديال مادة الجغرافيا. إذا السؤال الأول، صف وضعية الجبال المغربية من خلال النص. إذا حنا نركزوا على النص، ما نجيبوش شي حاجة من الدرس. هنايا دائما ما تكون عندكم وثيقة حاولوا تشتغلوا على الوثيقة، لأن الأجوبة أو نصف الأجوبة كيكونوا في الوثيقة. إذا هنا اشنو مكتوب هنا؟ تحتل الجبال جزءا مهما من المجال المغربي، وهي تتميز وتتخذ شكل حقل مرتفع، اذا تتميز بالارتفاع. اذا اشنو نكتبو؟ اذا تلعب او تحتل الجبال جزءا، اذا تحتل الجبال، اذا تحتل الجبال، نجاوبو من النص، تحتل الجبال جزءا مهما، جزءا مهما من المجال الفلاحي المغربي، او مهما من المجال المغربي. ناخذ الجواب كما هو في النص. اذا دائما نحاول نتعاملوا مع الوثيقه، من المجال المغربي، من المجال المغربي، وهي تتميز بالارتفاع، تتميز بالارتفاع. اذا ارتفاع. أما التربة فتتميز غالبا بالهشاشة، والأراضي تعاني غالبا من التدهور. إذا هنا بالنسبة هذا هو الجواب، ممكن نكتفي بالقدر. ممكن هنا نهضروا على المشاكل اللي طرحها هذا الموضوع أو هذا النص اللي كيتعلق بالفلاحة في المغرب. كما أن اتساع المجال الجبلي في المغرب يؤدي إلى قلة الأراضي الصالحة للزراعة، أن اتساع المجال الجبلي يؤدي إلى ضيق مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وهذه تعتبر من الإرغامات التي تؤدي إلى تدهور الفلاحة في المغرب. إذا تحتل الجبال جزءا مهما من المجال المغربي، ويتميز بالارتفاع، كما أن اتساع المجال الجبلي يؤدي إلى ضيق مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. إذا ثانيا، فسر وضعية الطبقات المائية من خلال النص. إذا هنا في النص كتبنا الاستغلال المفرط للطبقات المائية يلعب دورا أساسيا في هذا النضوب، من التدهور، أو كذلك تعتبر الاستغلال المفرط للطبقات أحد الإرغامات التي تعاني منها الفلاحة في المغرب. إذا نكتبوا فقرة تخص، إذا تتعرض الطبقات، تتعرض الطبقات المائية للاستغلال المفرط، للاستغلال المفرط
مما يؤدي إلى قلة المياه من أجل السقي أو نكتب إلى قلة المياه. وتعتبر هذه العوامل من أهم الإرغامات التي تعاني منها الفلاحة في المغرب. إذن تتعرض الطبقات المائية لاستغلال المفرط مما يؤدي إلى قلة المياه، وتعتبر هذه العوامل من أهم الإرغامات التي تعاني منها الفلاحة في المغرب. إذن يعني من أهم المشاكل التي تعاني أو من أهم الإرغامات التي تعاني منها الفلاحة في المغرب نعم. إذا الطبقات المائية لاستغلال المفرط مما يؤدي إلى قلة المياه، وتعتبر هذه العوامل من أهم الإرغامات التي تعاني منها الفلاحة في المغرب. سؤال ثالث، ركب فكرة أساسية للنص. إذا بالنسبة للنص فهو يتحدث عن المؤهلات الفلاحية، أو يتحدث على الإرغامات أو المشاكل والصعوبات التي تواجهها الفلاحة في المغرب. إذا نكتب المشاكل والصعوبات التي تواجهها الفلاحة في المغرب. إذن المشاكل والصعوبات التي تواجهها الفلاحة في المغرب إذن فكرة أساسية مختصرة إذن التي تواجهها فلاحة في المغرب. إذن ننتقل السؤال ماذا السؤال الرابع، نحرر فقرة من ثلاث أسطر تبرز فيها مشاكل التنظيم التي تعاني منها الفلاحة المغربية. إذن هنا فقرة بحث سؤال مقالي مصغر. إذن تعاني الفلاحة في المغرب من عدة مشاكل، من بينها المشاكل التنظيمية. هنا نضرب على المشاكل التنظيمية والتقنية، حيث ينعكس تنوع الملكية العقارية على النشاط الفلاحي، حيث إلى جانب نظام الملكية الخاصة الذي يشمل أكثر من 75% من الأراضي الفلاحية، هناك أراضي الدولة والجماعة والأحباس. إذن نكتب فقرة تلخص إذن المشاكل التنظيمية. إذن تعاني الفلاحة في المغرب من ماذا؟ إذن هناك المشاكل اللي شفنا ديال الجفاف. إذن هنا نشوفوا مشاكل تنظيمية، أن الأراضي يعني ما كاينش بزاف، كاين أراضي خاصة بالجماعة وكتسمى أراضي الجموع، كاين أراضي خاصة يعني ديال الأحباس، كاين أراضي أخرى ديال الدولة. إذن هنا بالنسبة لكل مشاكل أن أراضي الفلاحية ما كايناش صالحة للزراعة، ما كايناش بزاف. إذن تعاني الفلاحة في المغرب من عدة مشاكل من بينها المشاكل التنظيمية والتقنية إذن نشوفوا بالنسبة لهذه المشاكل حيث ينعكس. إذن نعملوا فقرة إذن حيث ينعكس تنوع الملكية العقارية على النشاط الفلاحي على النشاط الفلاحي. إذن كيف ينعكس؟ حيث إلى جانب يعني الأراضي ما يعني مزعج بطريقة صحيحة، وما كاينش أراضي يعني خاصة بالزراعة، حيث إلى جانب نظام الملكية. إذن نظام الملكية يعني أرض مملكة. إذن
الخاصه، اذا حيث هنا الى جانب نظام الملكيه الخاصه الذي يشمل الذي نظام الملكيه الخاصه، اذا هنا كاين اراضي ديال الناس، اذا الملكيه الخاصه، اذا هذه الذي يشمل اكثر، اذا هذه الفقره ممكن تفيدكم في سؤال مقالي، كان عندكم سؤال مقالي، الذي يشمل ماذا؟ الذي يشمل اكثر من 75%، اكثر من 75% من 75، اكثر من 75%، اذا حيث يشمل اكثر من 75%، اذا ماذا؟ من الاراضي الفلاحيه، كما ان هناك اراضي الدوله والجماعه والاحباس، اذا من 75% من الاراضي الفلاحيه، من الاراضي الفلاحيه، من الاراضي الفلاحيه، من الاراضي الفلاحيه، الى جانب اراضي الدوله والجماعه والاسباح والاحباس، اذا هناك اراضي. هذه بالنسبة للفقرة التي تخص مشاكل تنظيمية، إذا تعاني الفلاحة في المغرب من عدة مشاكل، من بينها المشاكل التنظيمية والتقنية، حيث ينعكس نمو الملكيات العقارية على النشاط الفلاحي، حيث إلى جانب نظام الملكية الخاصة الذي يشمل أكثر من 75% من الأراضي الفلاحية، هناك أراضي الدولة والجماعة والأحباس. إذا نكتفي بهذا القدر باش ما نطولش عليكم، بعد نكمل مكونات أخرى، نتمنى نكون فدتكم، شكرا وإلى اللقاء.